على الكيفية التي سيتعامل بها الفريق مع الجولة الثانية من هذه المباراة تحت طنجة، والآخر متفوق هدف مقابل شيء أمام نهضة أتلتيك الزمامرة، وبالتالي النوادي اللي معنية حاليا بسباق تفادي نزولية شباب المحمدية والمولودية الوجدية الذي يلعب أمام الفتح الرباطي. كرة من القروش من الطرف الأيمن، مطلوب منه تتحول في التماس أو ضربة مرمى للحارس عيشاوي. الدقيقة الأولى من الجولة الثانية ستكون في غاية الصعوبة على شباب المحمدية، لأنه في حال تلقي الهدف ستزداد المأمورية صعوبة، أما في حال تسجيل الهدف فالمعنويات ستصبح في القمة. ملهمي والآخر غادر هذه المباراة وتم تعويضه بالدلوزي. هي تغييرات نورتين في الجولة الثانية من المباراة. كرة الفريق المغرب الفاسي، كرة مساوية من كريم، كريم الهاشمي من الطرف الأيمن، كريم حكم يقول مواصل اللاعب سمير يمنح الامتياز مرة أخرى. كرة للأمام بن قطيب، بن قطيب بيوصل الكرة من الطرف الأيمن لفريق شباب المحمدية لانطلاقة للشباب، وإمكانية لشباب المحمدية الذي يحاول توظيف كل ما لديه من حلول هجومية للوصول للمرمى. كرة في منطقة الجزاء، كرة بالرأس لكن ما ضبطش أموره، ما ضبطش أموره. كريم لاقروش في الكرة الماضية، لعب متواصل وكرة لفريق المغرب الفاسي. يسرع على الكرة في خط الوسط، تشوف الأدوار اللي يقوم بها الحسن قربي. قربي اعتدناه مهاجم لكن اليوم لديه توظيف آخر، يلعب على مستوى خط الوسط، يقوم بمهام التغطية مع سيميلوكي. هذه اختيارات المدرب عبد الحي بن سلطان الذي يحاول أنه يدفع بوجوه جديدة لكي يرى من لديه القدرة على المواصلة، مواصلة المسير مع الفريق. الموسم المقبل الموسم سيكون أصعب وأشرس وأكثر صعوبة على فريق المغرب الفاسي مما اعتاده في المباريات التي أجرى هذا الموسم. المغرب الفاسي ربما حان الوقت لكي ينافس مجددا على الألقاب، وهذه الوضعية السليمة هي الوضعية التي تليق وتتناسب مع فريق المغرب الفاسي. كرة من كريم الهاشمي، كريم نقل الكرة للأمام، للأمام بوريغا، 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 وتضيع الكرة لفريق المغرب الفاسي. تألق الحارس براحو أمام بوريغا، بوريغا كان بإمكانه أن يورط شباب المحمدية في هدف ثاني لولا تألق الحارس براحو. شوف الإعادة للكرة، لا لا ماشي براحو، هذا المدافع، المدافع هو من تدخل في الكرة الماضية. البديل محمد مليك هو الذي أنقذ شباب المحمدية من هدف محقق، هدف كان واضح لكن تدخل دفاع المحمدية بعد الخطر عن مرمى ويبقي الأمال قائمة في هذه المباراة. تدخل من سيميلوغي في الكرة الماضية، ضربة زاوية لفريق المغرب الفاسي الأكثر خطورة مع انطلاق الجولة الثانية من هذه المباراة. ينقل الكرة ضربة زاوية للماس، حماموشي مسجل الهدف الأول في هذه المباراة. كرة لفريق المغرب الفاسي، تلعب كرة مساوية من الطرف الأيسر للماس، إمكانية للماس، الفرصة للماس، التوغل نمرة صفر. كرة في منطقة الجزاء المتابعة من محسن بوريغا، محسن بوريغا، الخطورة المساوية تكمن في قدرات محسن بوريغا في الخط الأمامي. بوريغا ده نوعي من اللاعبين الصعيب وأنك تمارس عليه الرقابة كيف ما كان نوعها وأنواعها. ضربة خطأ لفريق المغرب الفاسي. الوضعية الحالية شباب الرياضي السلمي يضمن بقاءه بشكل رسمي، النتائج المحققة لحدود هذه الجولة. المولودية المركز 14 25 نقطة، المتعادل أمام الفتح الرباطي، والشباب المحمدي 24 نقطة بسبب تأخره في النتيجة هدف لصفر بعد المرور ما يقارب ال 50 دقيقة. هذه الوضعية الحالية في انتظار الباقي الدقائق، دقائق ستعصف بطموحات من وستسقط أوراق من في خريف البطولة، البطولة والهدف.
بوريغا والهدف لفريق المغرب الفاسي، لكن هدف مرفوض، هدف مرفوض بقرار من حكم المباراة يرفع الراية معلنا عن تسلل بوريغا في الكرة الماضية. كانت هذه إمكانية وكان هذا الحل. شوف الانطلاقة من بوريغا في الكرة الماضية، الانطلاقة هنا الانطلاقة الثانية، هنا الانطلاقة الثانية والحكم يرفع الراية. المرة الأولى كانت الوضعية سليمة، لكن المرة الثانية الحكم يقول أنه كان هناك تسلل، وبالتالي تضيع فرصة أخرى لفريق المغرب الفاسي. الأخطر مع انطلاقة الجولة الثانية يقول مواصلوا للعب، نعم كان تسلل في المرة الثانية وبالتالي هدف مرفوض. تتواصل المباراة، كرة لشباب المحمدية من المغرب الفاسي، يبدو الأكثر استقرارا من النواحي الذهنية، بدنيا جاهز، فنيا يدير المباراة عبد الحي بن سلطان بشكل موفق. تدخل دفاع شباب المحمدية، كرة من الجهة اليسرى لفريق المغرب الفاسي لحسن غوربي، غوربي سارع يسترجع كورته، القوة البدنية للغوربي، كرة من كريم الهاشمي، كريم التغطية، مازال صراع على الكرة لحسن غوربي وسيميلو جاي، سيميلو يتدخل منذ الخطأ، تعود من جديد لفريق شباب المحمدية، الشباب الذي يبحث عن أولى فرص التهديف في الجولة الثانية من هذه المباراة. النتيجة كما يمام حضراتكم لا زالت 1-0. المباراة الوحيدة التي لم تتغير بعد فيها النتيجة هي مباراة المولودية الوجدية والفتح الرباطي، لا زالت تعادل 0-0. هذه كرة للشباب، كرة للشباب من الطرف الأيسر لشباب المحمدي، وفي النهاية تتحول ضربة مرمى، الحكم يقول ضربة زاوية لفريق شباب المحمدية. صعود تمتية محترمة من لاعبي الشباب، محاولة منهم لترجمة فرصة لهدف، الهدف الذي ينتظر كل مناصر من مناصري الشباب في هذه المباراة. كرة تلعب ضربة تساوي في منطقة الجزاء، والتدخل من كريم الهاشمي في التغطية، تعود من كريم القروش، القروش يوصلها من جهة اليمنى لشباب المحمدية في منطقة الجزاء، والتدخل مرة أخرى من دفاع فريق المغرب الفاسي عبر الأحسن غوربي العميد. لاعبي المغرب الفاسي ممتاز التعامل في الكرة الماضية. تلعب كرة لفريق المغرب الفاسي، المراوغة من الطرف الأيسر، الانطلاقة للماس والتدخل من دفاع شباب المحمدية، الأحسن قربي في التغطية، تعود من جديد لفريق شباب المحمدية، لكن التسرع يحرمهم من فرص إيجاد الحلول في دفاع فريق المغرب الفاسي. البدوي بدوي البدوي للأمام، والتدخل من دفاع شباب المحمدية، التغطية كانت ممتازة. دخول محمد ملك ينقذ شباب المحمدية من هدف محق مع انطلاق الجولة الثانية. ملك الذي عوض أيوب عديلة، اتخذ قرارا شجاعا وكان وراء موقف أبعد الشباب عن دائرة الدخول في حسابات معقدة في الجولة الثانية من هذه المباراة. منطلق هدف ثاني كان أزمة المأمورية بشكل كبير. هذه كرة للشباب بإمكانية للتسديد، كرة تسدد لكن غاب التركيز في الكرة الماضية، وبالتالي الكرة بعيدا عن المرمى. شفيت برشيد لحدود هذه الجولة ولحدود هذه الدقيقة هو أول من سيهوى لدوري الدرجة الثانية، متأخر في نتيجة مباراة حسنية تقدير 2-1. كرة للشباب، شباب المحمدية تحس بأنه عنده رغبة في الوصول للمرمى، هناك رغبة من طرف اللاعبين ومن طرف الجهاز الفني، لكن رغبتهم للوصول لمرمى المغرب الفاسي تصطدم
بمجموعه من المصاعب والمشاكل اللي تواجه الفريق في تعامله مع الكرات في الثلث الاخير من الملعب. هذه كره شباب المحمديه، كره من الطرف الايمن، شوف الشيء الاصعب، الشيء الاصعب والتسديد الاصعب والتصدي من العيشاويين، هذا ما يعاني منه شباب المحمديه في هذه المباراه. و غياب التوفيق، التوفيق الذي يدير ظهره والفعاليه الغائبه عن الفريق بشكل كلي في هذه المباراه. كره لشباب المحمديه، يمكن للشباب والانطلاقه من خط الوسط، يربح المساحه ويتقدم بالكره، بن قطيب، بن قطيب يمر، بن قطيب يبحث عن لاعب متحرر من الرقابه، لكن في النهايه تدخل دفاع شباب المحمديه، كره للشباب يستخلصها بوريغا، تعود من جديد لشباب المحمديه، يمكن للشباب، كره للامام لشباب المحمديه، محرب والكره في التماس المغرب الفاسي. شباب المحمدية ولو أنه هو من يحتكر الكرة في الجولة الثانية، لكن احتكار سلبي، احتكار يصطدم برغبة للفريق الفاسي للحفاظ على تفوقه في هذه المباراة. النتيجة دائما هدف مقابل لا شيء لفريق المغرب الفاسي. كرة لشباب من الطرف الايمن الانطلاقة، ويمكن يلعب كرة عرضية، وفي النهاية تدخل دفاع الماس، دفاع الماس يتدخل مرة أخرى لبعض الخطر. بوريغا، شوف الأدوار الكبيرة لبوريغا، بوريغا، بوريغا يراوغ، بوريغا، بوريغا يتحصل على ضربة خطأ. في هذه المباراة بين المغرب الفاسي وشباب المحمدية، كرة للمغرب الفاسي، البدوي، 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 لكن خروج الحارس بالرحو صعب عليه المأمورية في الكرة الماضية، وبالتالي تضيع كرة لفريق المغرب الفاسي. نور الدين الزياتي يقول لهم ردوا بالكم، ردوا بالكم، للمغرب الفاسي ممكن وانه يعاقب في لحظه بالنظر لتوفر على عناصر قادره على ترجمه الفرص لاهداف في هذه المواجهه. كره لفريق شباب المحمديه، الانطلاقه لشباب الجهه اليمنى، الانطلاقه لشباب المحمديه بلمسه للامام، بلمسه للامام، والضغط من لاعبي المغرب الفاسي، اول من يضغط هو الحسن قربي، تصل كره بن قطيب، هناك طلب للكره في القائمه الثانيه، محرب، محرب محاصره من لاعبي المغرب الفاسي، مازال الكره للشباب من الطرف الايمن، وتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي، تدخل مره اخرى بشهوده عاليه في التعامل مع فرص التهديف في هذه المباراة. كرة تلعب ضربة ساوية وتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي، مثلا الكرة لشباب المحمدية في القائمة الثانية، وسعدية الفرصة، يتدخل سعدي، يتدخل والكرة لشباب المحمدية. نقترب كثيرا من انقضاء الساعة الأولى من اللعب والدخول في النصف الساعة الأخير من المباراة، ودائما تفوق فريق المغرب الفاسي بهدف مقابل شيء. اللعب متوقف إلى حين إسعاف مساري المصاب، مساري اليوم المدافع يقدم شهادة ميلاده في هذه المباراة، شأنه شأن مسجل الهدف، وشأنه شأن عدد من اللاعبين الشباب اللي ربحوا ثقة عبد الحي بن سلطان. هذه من نقاط قوة عبد الحي بن سلطان، يفسح المجال أمام عدد من اللاعبين الشباب. مدرسة المغرب الفاسي نجمها لا يفل بالمرة منذ سنوات، وهي قادرة على تقديم عشرات اللاعبين بجودة عالية، ما ينقصهم
والاهتمام الكثير من الاهتمام. بعض الأحيان ممكن الحكم يكون قاسي على لاعبين الشباب، لكن تجد لاعب شاب يرتبط بعقد مع نادي مغربي معين بمبلغ زايد لا يتجاوز 3000 درهم شهريا، ويشوف لاعب أقل مستوى منه يتم انتدابه برواتب تتعدى بعض الأحيان 15000 درهم. هنا في كاين المشكل، لازم أنك لما تمنح الثقة لاعب شاب توضعه في المكان اللي يستحقها. كوربي سدد لكن الكرة بعيدا عن عيشاوي حارس مرمى فريق المغرب الفاسي الأحسن كوربي. تحضير الكرة والتسديدة مع شوية تركيز ممكن كان يكون هدف ثاني لفريق المغرب الفاسي. لاعب دقيقة 61 من المباراة، كرة لشباب المحمدية. اسماعيل بن قطيب مرة أخرى، بن قطيب نقل الكرة للأمام، ممتازة ممتازة نحو الكروش لكن أقرب لحارس المرمى عيشاوي. عيشاوي كرة لشباب بن قطيب بلمسة من الطرف الأيمن لشباب المحمدية. المراوغة والبحث عن المرور لكن في النهاية تدخل الدفاع، دفاع المغرب الفاسي، دفاع قادر على التعامل مع أي ضغط ممكن في الدقائق المقبلة. شمس من ستغيب عن القسم الوطني الأول، موعد هروب أي من النوادي حان في الجولتين الأخيرتين من البطولة الوطنية. من سيؤدي ثمن أخطائه ومن سيدفع مناصريه لاجتياز أسابيع في غاية الصعوبة؟ أكيد أنه معنيين بشكل أكبر مولودية الوجدية وفريق شباب المحمدية، فيما يوسفيت برشيد ورط نفسه هذا كرة فريق المغرب الفاسي، الضغط من البدوي وفي النهاية تدخل دفاع الشباب. يوسفيت برشيد المتأخر في نتيجة مباراة أمام حسنية تقادير، هنا كرة من بوريكا، بوريكا محاصر من طرف 3-4 لاعبين ضاعت منه، تعود من جديد لشباب المحمدي. اسماعيل بن قطيب، بن قطيب يبحث عن انطلاقات أحد رفقائه وتغييرات قادمة لفريق المغرب الفاسي. هنا كرة من بن قطيب يبحث عن التمرير، بن قطيب يراوغ مرة أخرى، بن قطيب ينتظر الدعم، جالو الدعم محراب يتوغل، شوف سيميلو يتفرج، وفي النهاية كرة لشباب المحمدية تسديدة لكن بعيدا عن المرمى في الكرة الماضية الدقيقة 63. محراب قام بكل شيء، شوف سيميلو مستنزف بدنيا، سيميلو تم استنزاف طاقته البدنية في هذه المباراة، قد يدفع به للخروج المباراة. الكزير رياحي ونسيك هي التغييرات القادمة في تشكيل فريق المغرب الفاسي. ما كان الوجوه التي قدمت المطلوب منها وقف. الحي بن سلطان يبدو مطمئنا لما قدمه لاعبوه في هذه المباراة، سواء البدوي سواء كل اللاعبين اللي غادروا المباراة. رياحي دخوله في الدقائق الأخيرة سيدفع شباب المحمدية للتعامل بمنتهى الحذر، واللاعب بعيدا عن المغامرة في مثل هذا المواقف. كرة لدفاع الشباب، كرة من الجهة اليسرى للشباب للانطلاقة والبحث عن الحلول. تعود الكرة مجددا في الجبهة الدفاعية لشباب المحمدية. شباب المحمدية يحاول، والمحاولة لا تفيد في شيء إن لم ترتبط وإن لم تقترن بهدف يعيد الأمل لشباب في هذه المباراة من فريق المغرب الفاسية. كل المباريات فيها اهداف باستثناء مباراة واحدة، مباراة الفتح الرباطي
والمولودية الوجدية. دقيقة 65 من المواجهة في مباراة الشباب والمغرب الفاسي. كرة لشباب المحمدية، نقل الكرة في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع الماس. كرة مساوية لكزير. لكزير يصارع على كورته اللي عمل بديل في الجولة الثانية. شوف الشعار المثبت في خلفية الصورة، شعار شباب المحمدي يقول له نادي الرياضي شباب المحمدي نؤمن بطموحاتنا، وطموحاتهم في هذه المباراة تصطدم بتأخر في النتيجة بهدف لصفر أمام المغرب الفاسي. طموحاتهم هي صعوبات تواجه هؤلاء اللاعبين الشباب في هذه المباراة وفي المباريات السابقة. عيشاوي يتدخل، كرة من جديد لفريق المغرب الفاسي. عيشاوي لم يختبر كثيرا في الجولة الثانية من المواجهة، ولا الجولة الأولى أيضا، ما كانش اختبارات جدية، والتسديد على المرمى ما كانش كبير بالنظر للخسورة الواضحة من النواحي الهجومية لوجه فريق شباب المحمدية في هذه المباراة. كرة لشباب بن قطيب، للشباب من الطرف الأيمن. الشباب اليوم ينقصه أحمد فرس أو رشيد روكي، وهذا النوعين من اللاعبين اللي صنعت تألق شباب المحمدية، مدينة المحمدية بمثقفيها وبأدبائها وبإعلاميها وبرياضيها. شباب المحمدية فريق مرجعي، فريق كبير، فريق اللي لا يليق بمقامه أن يلعب من أجل تفادي نزول دوري الدرجة الثانية. شباب المحمدية الفريق الذي يؤمن دائما بقدرته على العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل لكي يبقي على أمله في البقاء في الدوري الاحترافي. أعلم أنكم تتابعون هذه المباراة على أعصابكم، أعلم أنكم تواجهون ضغطا يفوق ما يواجه اللاعبين في هذه المباراة من فريق المغرب الفاسي. لو كان مناصر المغرب الفاسي مطمئنين لوضعية فريقهم، فمناصر شباب المحمدية يعيشون ضغط كبير. هذا قدر مناصرية النوادي الكبرى في البطولة الوطنية، نوادي اللي عندها مرجعية، نوادي اللي عندها ماضي تليد وحاضر ومستقبل في غياهب المجهول. وهذه كرة من بوريغا، بوريغا بوريغا بوريغا، يسدد بوريغا لكن غلق على نفسه زاوية التسديد، تأخر في التمرير أو في التسديد. شوف اللي هنا كان بإمكانه أنه يراوغ، كان بإمكانه أنه يراوغ يحرر نفسه ويحرر رفقائه، لكن فضل أنه يمشي بالكرة ويسددها، لكن مشت بعيدة على مرمى الشباب. شباب المحمدي يغامر بتبني فكر هجومي يبدو واضحا في الضبق. الدقائق المتبقية من الجولة الثانية، هذه كرة لشباب المحمدية. تراجع سيميلو وباقي رفاقه لتأمين المنطقة الدفاعية. كرة في منطقة الجزاء وتدخل سعد، يدخل سعد كرة من جديد لشباب المحمدية. نقل الكرة من الطرف الأيسر. تراجع كل لاعبي المغرب الفاسي لتأمين المنطقة. المغرب الفاسي وكانوا اليوم يلعب مباراة سد مفصلية. المغرب الفاسي والآخر اللي راهن على انتصار ينضاف لقائمة انتصاراته في البطولة، يسعد به المناصر الشغوف هناك في فاس. هنا الكرة تسدد والتصدي من عيشاوي، تصدى العيشاوي في الكرة الماضية إبعاد الكرة. فضل وأنه يطمئن على وضعية الكرة الماضية وبالتالي أخرجها بالطريقة اللي شفناها، ضربة زاوية لشباب المحمدية. كرة تلعب لشباب في منطقة الجزاء والتدخل والتحول من جديد من كريم الهاشمي. كرة لفريق المغرب الفاسي، نقل الكرة لرياحي، رياحي كرة مازال لفريق المغرب الفاسي، بحث عن لاعب متحمل رقبه. بوريغا بوريغا بوريغا، ما كاينش غيره لاعب اللي ممكن وانه يصنع لك الفارق. كرة لفريق المغرب الفاسي، الانطلاقة مساوية
فرصة مساوية، لمس الكرة من الطرف اليسار للماس، دائما الماس الذي يبحث عن ثاني هدف في هذه المباراة أمام شباب المحمدية الذي يحاول مرة أخرى وأنه يصل للمرمى، يحاول وأنه يتوصل للهدف، يحاول وأنه يتمكن من الاختلالات في دفاع المغرب الفاسي اللي تسمح له بتجاوز هذا الوضع الصعب الذي يعيشه في هذه المباراة. كرة بلمسة من الطرف الأيمن لشباب المحمدية، نقل الكرة عرضية في منطقة الجزاء لكن بعيدة، بعيدة تعود من جديد لفريق المغرب الفاسي. الشباب اليوم يعاني هجوميا، الشباب يعاني من قصور هجومي واضح لحدود الدقيقة 70، هل ستختلف الأمور في الثلث الساعة الأخير من هذه المباراة؟ كرة للأمام لشباب المحمدية مرة أخرى، مرة أخرى سعادة الفرصة يتدخل ينقل الكرة من الطرف اليسار لعماد ريح، عماد 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 هل سيتخلص من رقابة وبأي إمكانية سيتخلص من رقابة عماد ريح؟ لكن تدخل وقتالية كبيرة من جانب لاعبي شباب المحمدية، ميتلموش بالمرة، ميتلموش بالمرة هؤلاء اللاعبين الشباب بشجاعة كبيرة أداروا ويديرون المباراة الأخيرة من البطولة. أن الإمكانية يفقد التوازن، يفقد التوازن وفي النهاية الكرة ضربة مرمى، يقول حكم المباراة لفريق المغرب الفاسي وضربة زاوية، نعم ضربة زاوية. نلعب التوت ساعة الأخير من المباراة، كرة خروج العشاوي تتحول من جديد لفريق المغرب الفاسي، كرة مساوية والضغط من جانب لاعب شباب المحمدية. كرة للماس من سعد، تعود الكرة للعشوي، حسن يضيف ثالث أهدافه في مرمى نادي يوسفية برشيد وبالتالي يوجه بوصلة الفريق الحريزي نحو دوري درجة الثانية. كرة في تماس الماس، كل المباريات نلعب فيها الدقائق الأخيرة منها، الثلث ساعة الأخير منها بما فيها المباراة التي نعلق عليها حاليا بين المغرب الفاسي وشباب المحمدية. كرة يمينا للشباب، المغرب الفاسي يلعب في نصف ملعبه، يؤمن المنطقة الدفاعية، يحاول تفادي أي مفاجأة غير سارة في الدقائق الأخيرة من هذه المواجهة. كرة للشباب في منطقة الجزاء، متابعة بالراس، مازال الكرة والتسديدة، كريم لقروش مرة أخرى يغيب عنه التركيز في الكرة الماضية وتضيع إمكانية لبلوغ هدف التعادل لشباب المحمدية في هذه المباراة. تغيير آخر في فريق المغرب الفاسي، جب للمدافع الأوسط والذي يستعد لأن يأخذ مكانته الطبيعية الاعتيادية في المباراة الأخيرة، مكانة الخرس الذي أدى مباراة كبيرة اليوم، يعود بالجبل وهدف معاد. حماموشي لازال قائما يتسيد، كل المعطيات المتعلقة بهذه المباراة بين المغرب الفاسي وشباب المحمدية، يصنع تفوق الماس ويورط الشباب في وضعية لا يحسد عليها بالمرة. كرة من عماد، الحكم يقول لم تلمس اليد بل الذراع، واصل واصل، كرة من الطرف اليسار لشباب المحمدية. مروان فلاح اجتهد كثيرا في هذه المباراة، مروان حاول أنه يخلص لاعبيه ورفقائه من ضغوطات كبيرة رافقتهم منذ الدقيقة الأولى. هديلا غادر المباراة في الجولة الثانية، كرة للأمام لشباب المحمدي، إمكانية للتسديد، عنده فرصة للتسديد، تفضل وأنه يلعبها من جديد من جانب لشباب المحمدي.
قريبة تركيز بعيدة بعيدة جدا. نورديل الزيتي وتغييرات أخرى قادمة. أنس بكرام ومحمد الجديدي ومعهم أحمد هواري، ثلاث لاعبين اللي استعدوا للدخول آخر ربع ساعة من زمن هذه المباراة. سيميلو غوغي، سيميلو كرة لشباب، نقل الكرة للأمام نحو لقروش، لقروش والجبلي، لقروش والجبلي، كرة في منطقة الجزاء، تدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي، مسألة الخطورة لشباب والتدخل من كوربي لشباب المحمدية. كليل المراهون تسديدة وتبريرة العرضية لكنها تضيع، تعود من جديد لشباب. أفلح أسامة، يمكن لي لعب كرة للأمام في العمق الدفاعي لكن تتحول ضربة زاوية لشباب المحمدية. الوقت يداهم الشباب، اتحاد التركي يتعادل أمام الوسيس 1-1. كرة تلعب في منطقة الجزاء، تدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي، نقل الكرة للأمام، المتابعة والتحول من جديد للماس من الطرف الأيمن، كرة مساوية والخطأ على كريم في الكرة الماضية، وكرة تغييرات قادمة لشباب. وهذا القروش وباقي الأسماء التي استنفدت ما لديها في هذه المباراة قبل بن قطيب والآخر غادر، تم تعويضه بهواري. الجديدي هو الآخر يلتحق بالتشكيل الرسمي. هي تغييرات نور الدين، محراب قبل مطلوب منه وغادر، والكرة في تماسي فريق المغرب الفاسي. كرة للماس، نقل الكرة للأمام وتدخل من جانب لاعبي شباب المحمدية. أجواء خاصة في ملعب البشير في مدينة المحمدية ترافق المباراة. كرة للمغرب الفاسي، هناك زيادة عددية من الطرف الأيمن للماس، نقل الكرة من الطرف الأيمن، كريم 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 كريم، لكن في النهاية تدخل دفاع شباب المحمدية لبعض الخطر. دول عودة المدافع كان في طريقه لإيداع هدف ثاني للمغرب الفاسي، ضربة زاوية للماس. إمكانية أخرى للمغرب الفاسي من خلال كرة ثابتة، تلعب كرة للمغرب الفاسي في منطقة الجزاء، كان قريب الجبلي، الجبلي كان قريبا من بلوغ هدف ثاني للمغرب الفاسي من كرة ثابتة. شوف المتابعة في القائمة الأول، ممتاز الجبلي، ممتاز الجبلي، سبق المدافعين لو ركز شوية لكان بإمكانه أنه يضع الكرة في مرمى شباب المحمدية وينهي المباراة قبل موعدها الأصلي القانوني. كرة من الطرف الأيمن لشباب المحمدية، إمكانية للمراوغة، عنده مساحة للتسديد، عنده مساحة للتسديد، بشب كورتو يلعبها، يلعبها والتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي، مازال الخطورة لشباب المحمدية، ينقلها في منطقة الجزاء والتدخل من عيشة ورفاق، ومازال الخطورة للمحمدية، لولاد المحمدية، وقتالية من جانب لاعبي المغرب الفاسي، يقتلوا بشكل كبير في هذه المباراة لاعبي المغرب الفاسي. كرة من عماد، عماد للأمام لفريق المغرب الفاسي، كريم والتدخل من الحارس براحو للشباب نحو الحارس العيشاوي. نهضت بركان والآخر متعادل أمام الشباب الرياضي السلمي، هدف لهدف.
كرة لشباب المحمدية، كرة للشباب والإمكاني متواصلة لشباب المحمدية. حضر كرته يحاول أن يسددها، ينتظر الدعم جالو من جاليمنا، جالو من جاليمنا للشباب دائما، والكرة مباشرة للحارس عشاوي تضيع مرة أخرى. كرة لشباب في هذه المباراة، وكأن من يلعب من أجل البقاء هو فريق المغرب الفاسي، وكأننا أمام فريق يرغب في ضمان بطاقة المشاركة لموسم آخر في القسم الوطني الأول هو فريق المغرب الفاسي. لكن العكس والواقع، العكس والحقيقة، العكس هو ما نعيشه في آخر جولتين من البطولة الوطنية شباب المحمدية. لكن رغم ذلك يؤدي المباراة بقصور واضح في التعامل مع عدد من المعطيات الهجومية اللي خلاته يعاني لحدود هذه الجولة، يتواجد في المركز ما قبل الأخير برصيد 24 نقطة نادي شباب المحمدية. نور الدين الزيتي 49 سنة الذي يبحث على أن تنصفه نتائج فيما تبقى من جولة البطولة. بطاقة للمستر الذي غادر المباراة، ما يقارب 8 دقائق ونصف عناية المواجهة. الشباب المغرب الفاسي هدف لسفل الماس، والشباب يقاتل من أجل هدف التعادل، من أجل هدف يحيي بأمال من جديد. كرة تلعب في منطقة الجزاء، المتابعة في القائمة الثاني لشباب المحمدية، للشباب للشباب للشباب. الحكم يطالب بمواصلة لعب ممتازة ممتازة، والتدخل من حارس مرمى عيشاوي، لكن الحكم انتبه لإشارة من الحكم المساعد تؤكد أنه الكرة قد تجاوزت خط المرمى. شباب المحمدية يحاول أن ينتفض فيما تبقى من دقائق، مغرب الفاسي نفس التوجه، يحافظ على تنظيمه الدفاعي ويحاول تأمين الهدف، وتدخل سمير الذي يتدخل من أجل إعلان ضربة خطأ لشباب. دقيقة 83 ضربة خطأ لشباب المحمدية. كرة ثابتة تبحث عن نقل شباب المحمدية من منطقة الخطر لمنطقة تحيي أماله في البقاء في البطولة الوطنية في الدوري الاحترافي ولكرة القدم. أقردوم والآخر يلتحق بتشكيل مكان مستري. كرة لشباب المحمدية، إمكاني للشباب الهدف، بلوغ التعادل قبل 6 دقائق عن هذه المباراة. كرة للشباب، نقل الكرة، تسدد بعيدة، مثل هذه الكرة بإمكان تغيير أي شيء أي شيء. قد نتحول للجولة الأخيرة، جولة الحسم، فيها مباريات نارية
مباريات صعبة وصعبة جدا، بالخصوص لنوادي من قيمة البلدية الوجدية الذي واجه الرجاء في آخر جولة من جولة البطولة. نعم، الرجاء الذي ينافس على اللقب. كرة لشباب المحمدية، إمكانية لشباب، فرصة، تمرير الكرة من الطرف اليسار لشباب دائما، وتدخل من حارس المرمى العيشي. ونعم، آخر جولة من جولة البطولة الوطنية، لمسيو يستضيف الرجاء، فيما نادي شباب المحمدي يلعب مباراته أمام اتحاد طنجة هناك في طنجة. أما الجيش الملكي فيلعب مباراة الأخيرة في البطولة أمام من فتح الرباطي، دون أن نغفل عن مباراة يوم غد الجيش الملكي أمام المغرب التطواني، والديربي بين الوداد ورجاء. دقيقة 85، والنتيجة هدف لصفر للمغرب الفاسي، هدف يتسيد دائما مواقف هذه المباراة. كرة من الطرف الأيسر، ممتازة لشباب منطقة الجزاء، تدخل من الجبلي، مازال الكرة ومازال الخطورة، ودفاع المغرب الفاسي يقاتل إلى آخر رمق في هذه المباراة. الجمهور يحاول دفع اللاعبين للتوجه نحو المرمى، يقول لهم مابقاش وقت كثير، لازم أنكم تندفعوا بكل ما لديكم من لاعبين ومن حلول لتعديل النتيجة وتعديل الكفة. قربي يدخل خطأ، يعلن عن حكم المباراة سمير القساس. ولا زال التعادل قائما في مباراة الفتح الرباطي والمولودية الوجدية. ثلاث دقائق وينفض المجمع في مباراة شباب المحمدي والمغرب الفاسي. نور الدين يستنفد كل الحلول واستعان بكل ما لديه من خيارات في بنك البدلاء لتعديل النتيجة، ولم يتبقى له سوى أن يؤمن بقدرة فريقه على العودة. كرة تلعب من الطرف الأيمن لشباب، تدخل دفاع المغرب الفاسي، كرة للشباب، تحضير الكرة، فلاح يحاول أن يسدد، فلاح تحضير الكرة ممتازة، وتدخل سمير والأحسن قربي، إمكانية لشباب من الطرف الأيسر، إمكانية للمراوغة، التسديد والتصدي من عيشوي. عيشوي أكد أنه حارس كبير، مشروع حارس كبير هذا العيشوي، حارس مرمى المغرب الفاسي. كرة للشباب مرة أخرى لشباب المحمدي، الصراع على الكرة متواصل بين لاعبي شباب والمغرب الفاسي. كرة من الطرف الأيسر والراية مرفوعة، والإشارة من حكم المباراة سمير، ضربة خطأ للمغرب الفاسي. عبد الحي بن سلطان على الماس، بس الإمكاني من الطرف الأيمن، حاولت نقل الكرة من كريم، هجمي انقلب من شهر يمنى، للمغرب الفاسي. بوريغا وعماد يوقع ثاني هدف هذه المباراة للمغرب الفاسي، ويصيب شباب المحمدية في مقتل في الدقيقة 89 من هذه المباراة. سعادة كبيرة للاعبي المغرب الفاسي بهذا الهدف. قلت لكم أنه يلعبون مباراة العمر لاعبي المغرب الفاسي، لعبوا مباراة كبيرة اليوم أمام شباب المحمدية. وتنقلب الأمور أسن على عقب في الدقائق الأخيرة بعد هدف النهضة البركانية في مرمى شباب السلمي.
الشباب السالمي برصيد 27 نقطة، والآخر يدخل نفسه في حسابات الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية. شعلت في البطولة في الدقيقة الأخيرة وفي الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية. مارب الفاسي متفوق أمام الشباب 2-0. ونؤكد على أن المباراة الوحيدة التي لا تزال من دون أهداف هي مباراة الفتح الرباطي والمولودية الوجدية. كرة شباب المحمدي من الطرف الأيسر، شباب المحمدي الذي حاول ولم ينل ولا فرصة لتسجيل هدف في هذه المباراة من فريق المغرب الفاسي، ليجد نفسه في وضع صعب وصعب جدا. عبد الحي بن سلطان أدار المباراة بشكل جميل وقاد فريق المغرب الفاسي لحدود هذه الدقيقة للتقدم في النتيجة 2-0. وضعية صعبة لبنكي بودلا شباب المحمدية من حين نور الدين. نور الدين كان يؤمن بقدرة هذا الفريق وهذه المجموعة على تخطي هذه المباراة. كرة في منطقة الجزاء، إمكانية للتسديد تسدد لكن بعيدا. شباب الرياضي السلمي الذي سيواجه في الجولة الأخيرة فريق لم يعد له ما يخسره في البطولة الوطنية بعدما تأكد نزوله بشكل رسمي نادي يوسفية برشيد المنهزم أمام حسنية تقدير 3-1. يوسفية حتى حتى لو انتصر في مباراة اليوم أمام الحسنية كان بإمكانه هو الآخر أن يبقي على جزء كبير من حظوظه لضمان البقاء في البطولة الاحترافية. كرة للماس من سيميلوغي. تلعب كرة للشباب من الطرف الأيمن. للشباب كرة للأمام من الطرف الأيسر. الشباب المحمدية نظن أنه صعب عليه العودة في المباراة، صعب عليه العودة في المباراة بعدما واجه صعوبة كبيرة في تقمص كل الأدوار الهجومية في مباراة أمام فريق المغرب الفاسي. غبت عنده النجاعة والرغبة في الوصول للمرمى والقدرة على التعامل مع الفرص التي أتيحت لها في غياب تركيز مهاجمي الذين افتقروا للخبرة وللدقة وللتركيز ولكل المعطيات اللي لازم أنها تتوفر في مهاجمي فريق يود أن يلعب آخر أوراقه للبقاء في البطولة الاحترافية. لازالت أمام مباراة أخيرة أمام اتحاد طنجة للحفاظ على الأمل الأخير في البقاء في البطولة الاحترافية. الحسم سيظل قائما في الجولة الأخيرة. كرة على الأمام لفريق المغرب الفاسي. نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف في مباراة شباب المحمدي والمغرب الفاسي. كرة على الأمام، التدخل من شبلي. كرة من الطرف الأيسر لشباب المحمدية، تدخل بدفاع المغرب الفاسي. ربما سمير لم يتبقى له وقت كثير لكي يعلن عن صافرة النهاية، صافرة الختام، صافرة إسدال الستار على هذه المباراة بين المغرب الفاسي وشباب المحمدية. أعينكم ترصد جديد باقي نتائج باقي المباريات. حسن يضيف رابع أهداف أمام اليوسفية 4-1. غريب الانهيار الكبير ليوسفية برشيد في المباريات الأخيرة، 5 أمام الفتح و4 أمام
حسنية أكادير، شيء غريب يحدث لنادي يوسفية برشيد في الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية، ما أدى به لنزوله بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية بعدما توقف رصيده من النقاط في 20 نقطة. ضربة زاوية لشباب المحمدية، إمكانية لنقل الكرة في منطقة الجزاء. كرة لفريق المغرب الفاسي، يتجاوز ناسيك ويتحول بالكرة من الطرف اليسار وتنتهي المباراة يا سادة بتفوق المغرب الفاسي بهدفين مقابل شيء أمام شباب المحمدية.